السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. يتجدد اللقاء معكم مرة أخرى، وهذه المرة مع مكون الكتابة. نعم، فنأخذ جميعا الصفحة 133، 133. انتبهوا، ت سكون، حرف التاء سكون، ت حرف الباء فتحة، ب حرف الثاء فتحة، ث الياء مع مد بالألف يا، النون مع فتحة ن، النون مع تنوين ضمتين نون. نأخذ قلم الرصاص ونكتب وفق مقاييس محترمة، وفق مقاييس الحروف. انتبهوا، ت سطرا واحدا، لا أتعدى سطرا واحدا. انتبهوا، ب نعم أصعد سطرا واحدا، نفس الشيء. ث يا يا ن، جيد. انتبهوا إلى نون، فنون تنزل عن السطر، نعم نون تنزل عن السطر. هذه الحروف هي حروف متشابهة، بحيث كلها تحمل نقط، فهي حروف منقطة. فالتاء تحمل نقطتين في أعلى، الباء نقطة واحدة في الأسفل، الثاء ثلاث نقط في الأعلى، الياء نقطتان، النون نقطة واحدة في الأعلى. سأمر معكم إلى الجملة المقررة. رتبت، انتبهوا، را أصعد خطا واحدا فأكتب رتبت. كما أشرت دائما لا أتعدى سطرا واحدا، حرف التاء والباء نعم لا أتعدى حرفا واحدا. بثينات، بو تا إي نا تو. ثيابها، ثي يا، ماذا قلنا عن الألف أو المد؟ ألف مد أو ألف نعم، سطرين ونصف أو ثلاث أسطر، جيد. ثيابها، جيد، ثيابها نقطة. جميع النقط تنتهي ب جميع عفوا جميع الجمل تنتهي بنقطة، جيد. أبنائي، ستأخذون دفاتر الأعمال المنزلية وتكتبوا حتى تتمكنوا من ضبط الحروف المتشابهة. تكتبون الجمعة 24 أبريل 2020 ميلادية، الموافق ل 30 شعبان 1441 للهجرة. تكتبون الخط والنقل. الجملة الأولى: تعتني ثريا بحديقة البيت. أترك سطرا وأكتب تعتني. انتبهوا، ني ني، كيف أكتب؟ تعتني ثريا، ثو ثو، ثريا بحديقتي، بي بي بحديقتي، نعم. البيت، تي تي البيت، جيد. الجملة الثانية: يعزف البهلوان أعذب الألحان. يعزف، يا يا، يعزف البهلوان، وانو وانو البهلوان. وهنا أشرت إلى حرف الواو، نعم، لأن حرف الواو والياء هما آخر حرفين تعرفنا عليهما في مادة الخط، لا بأس بالتذكير هنا فقط. أعذب، أعذب، ب ب، أعذب الألحان. انظروا إلى النون هنا، قلنا نعم إن النون تنزل سطرا عكس الباء، هنا بآخر الكلمة وهنا النون آخر الكلمة، انظروا الفرق حتى يظهر لكم جليا. ني آخر الكلمة، ني آخر الكلمة، الألحاني، جيد. أبنائي، إلى هنا
تنتهي حصتنا لنهار اليوم، دمتم في حفظ الله ورعايته.